ومخزن اللانشون البيف والجبنه الرومي والحسن وحسين والانجويا ابراهيم وهنموت. مخزن الجبنه السيطه؟ بقول لك محتكر السوق كله حتى بابا النوج. انت غبي، بقول لك محتكر السوق كله. ازاي مش عارف ان مامي بتحب بابا النوج؟ احنا بنضيع يا ابراهيم. لا عاش ولا كان اللي احتكر بابا غنوج والموجود. كتف في كتفك، نقف قدامه ضد المجاعة، ضد المهانة، ضد الشهامة، ضد الجوع، ضد الفقر، ضد الذل، ضد القهر، ضد الحكومة. مش الزحمة الزكي فيه بحب قوي. ضد المية، ضد النار. انت بتحذر؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نوقفه عند حده، لازم نكون ضده، لازم نهده، لازم نجيب جده. انت بتهزر تاني؟ هو صحيح جده فين دلوقتي؟ عم اعتزل من زمان. المهم احنا نعمل ايه دلوقتي؟ لازم نعرفه ان الدنيا مش سندوتش خيار بالطماطم وجبنه فيتا عشان يفضل يليس فيها زي ما هو عايز. لازم نعمل جروب على الواتس اب والواتس ام وما نسكتش. الواتس بقى مراقب يا ابراهيم. تعبت يا ابني، هو الواتس اب دلوقتي فاضلك ولا فاضل البت اللي انت بتقعد تتكلمها ديت؟ هو عنده مشاغل يا حبيبي. لازم نشوف حل، لازم نجيب خل. وايه لازمه الخل؟ عشان حادق. حادق وهبقى اكبر تاجر مخللات في البلد، والناس تشاور عليا وتقول ابو جزر راح، ابو ليفتا جه، ابو زيتونة راح، ابو بصلة جه، وانا اجيب لك قراطين جزر وافتح لك اكبر محل مخللات في البلد واكتب ابراهيم ليفتا للمخللات الشرقية، ونمشي في الشارع نقول بسبوسة وهريسة كنافة مخللات ابراهيم ليفتا للحوادق. وربنا يوفقنا في المجال ده. تعبت يا ابراهيم، احنا لازم نقف له عامه ضد المجاعه، الناس ده اهلنا، لازم نقف له يا ابراهيم. لو حكم الامر لازم نجري له. انا اروح لكل راجل في منطقتنا عشان نتحد كلنا، وانا اروح لكل ست في منطقتنا عشان نتحد كلنا برضه. وايه لازمه الحريم في مشكله زي دي؟ تعبت ده اهم حاجه العنصر النسائي. عندك حق والله، ومش كده وبس، والستات الحلوه كمان. يعني معايا يا صاحبي؟ في ظهرك يا صاحبي، ايدي في ايدك، نهدك بقى. يلا يلا مين